وخلينا كمان ننظر لما كان يحدث في أو خلال الأسبوع الماضي. الحقيقة جولات خارجية مكثفة للسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت من أول الأسبوع يوم السبت، تحديداً من القاهرة إلى جدة وقمة جدة للأمن والتنمية، ومن جدة للعاصمة الألمانية برلين، ومن برلين إلى العاصمة الصربية بلغراد. تحركات وزيرات في منتهى الأهمية لسيادة الرئيس، يمكن لو هنضع ليها عنوان هيكون الحفاظ على مصالح الدولة المصرية وتعظيم دورها إقليميا ودوليا. مصطفى، صحيح يا جمانة، يعني ما فيش شك أن في نشاط كبير جدا للدبلوماسية الرئاسية وخصوصا في الجولات الأوروبية. احنا شفنا ده في زيارة السيد الرئيس العاصمة الألمانية برلين، عندما ترأس بصورة مشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولتز حوار بيترسبورغ للمناخ. الحوار ده كان فرصة لطرح الرؤية المصرية فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ واحتياجات القارة السمراء من التمويل والتكنولوجيا، وكمان استعدادات مصر لقمة المناخ العالمية COP27. ده غير أن كان في لقاءات أيضا لسيادة الرئيس في منتهى الأهمية، سواء مع فرانك شتاينماير رئيس ألمانيا الاتحادية أو مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وكمان أيضا مع مجتمع رجال الأعمال في ألمانيا باعتبارهم شريك اقتصادي واستثماري مهم للدولة المصرية. طبعا احنا عارفين سيمنز وعارفين شركات كتير جدا من الجانب المصري مع الجانب الألماني. طبعا بكل تأكيد مصطفى، يمكن ده لو اتكلمنا على منتدى بيترسبورغ، لكن كمان لو نظرنا لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصربية بلغراد، هذه الزيارة بتحمل دلائل ورمزية تاريخية مهمة جدا. الحقيقة هذه هي الزيارة الأولى من نوعها، كان في حفاوة كبيرة جدا في استقبال سيادة الرئيس في بلغراد، أيضا تقليده أعلى وسام في الدولة وهو وسام جمهورية صربيا، أيضا حصول سيادته على الدكتوراه الفخرية من جامعة بلغراد، ده تكريما لجهوده التنموية داخل مصر، أيضا لنشر فكر وثقافة السلام والتعاون والبناء إقليميا ودوليا. ده بجانب أنه تم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد كبير جدا من المجالات. يا مصطفى، صحيح يا جمانة، كل ده بيقول أننا أمام دبلوماسية رئاسية بتدافع عن المصالح المصرية. الدبلوماسية دي بتبني شراكات مع الدول في المنطقة وخصوصا مع الجانب الأوروبي. كمان هذه الدبلوماسية بتكون حريصة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع كل الدول الكبرى. النهاردة هيكون معنا فقرة عن جولات سيادة الرئيس الخارجية، هنتكلم فيها بالتفصيل عن نتائج هذه الزيارات وانعكاساتها المستقبلية داخل مصر إن شاء الله في الأيام القادمة. إن شاء الله طبعاً، يعني النهاردة الجمعة، جمعة مباركة على حضراتكم جميعاً، بنصبح عليكم مرة تانية. صباح الخير والسعادة، وصباح الخير يا مصر.